السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا دائما بصحة جيدة وتكونوا بخير يا رب العالمين. كما كنت تشوفوا قبل ما نقول لكم حبيباتي واش راني حند لكم، لا تنسوا الاشتراك معي في القناة، واللي اليوم وانا حلت باش تشوف الفيديو ديالي ما تنساش باش تشارك معايا في القناة ديالي، وما تنساش حبيبتي ديري تبرطاجيهولي مع الاحباب والاصدقاء تاعك. وان شاء الله يا ربي كما كنت تشوفوا اليوم حبيت ندير لكم سمك الدوراد. كيما راك تشوفوا حبيباتي سمك الدوراد يعني فيه فوائد وفوائد غنيه جدا، خصوصا للاطفال الصغار، خصوصا الاطفال اللي بداو هداو النحى راهم ياكلوا من السيم وحتى العامين حتى يعني حتى يكبر، نبداوه من سن 6 شهور اما فوق. لازم نعطولو هذا السمك مليح للاطفال بالبزاف. كما تشوفوا في هاد السردين راني درته لكم ديجا قاعده لي الدوراد، اليوم راح نديرها لكم بس كانوا عندي زوج انواع قسمتهم على دو فيديو، بارطاجيت معكم الفيديو الاول تاع السمك ودوكا راح ندير لكم بارطاجي معكم تاع الدوراد. كما تشوفوا دوك تشوفوني كيفاش نقي لكم الدوراد. كما قلت لكم حبيباتي لازم نشرو على الاقل نشروه زوج خطرات في الاسبوع، لا يعني مفيد للصحه ومفيد للذكاء، سورتو عبا كيدير الذكاء للاطفال. ما تبخلوش على وليداتكم، كما قلت لكم انا من معشق نعشق بزاف الاطفال وعلى بها نخمم فيهم بزاف بزاف، ونحب ندير لهم الحاجات اللي تفيدهم وتفيد صحتهم. كما تشوفوا ما حبيتش نزرب لكم في هذه بس الفيديو قصير ماهوش كبير بزاف، معليش تزيدوا شوفوا كيفاش نقو تاني السردين. يعني برطاجيت معكم السمك السردين، فوالا. كما قلت لكم البنات ما تنساوش الاشتراك معي في القناه تاعي، وما تنساوش تبرطاجيوه مع الاصدقاء مع الخالات مع العمات مع الصديقات، عاونونا البنات عاونونا. كيما كتشوفوا حبيباتي هاي لك سمك الدوراد نقو هكذا، اللي عندها المقص توسيه بالمقص من الاحسن بالمقص، واللي ما عندهاش المقص ماشي شرط المقص تكون حاضره، عندنا السكين نديرو بالموس، انا بالعاني درت لكم هكذا بالموس باش تقدروا فوالا بالكوا على يدكم وبالكوا ما تشوك بس فيه تشوك، والتشوك تاعو واعر بزاف بزاف كي يدخل في اليدين والله العظيم ما تقدري تنحيها. نحيولو هذيك القشره ديالو، نحيولو الاحشاء ديالو فوالا، نديروها حتى للراس. كما قلت لكم البنات هذه حطوها يعني المبتدئات لاول مره تحكم سمك الدوراد، تحطها على لوحه لا فوق بوطاجير ولا فوق عفسه هكذايا باش تسهل لها العمليه، بس كان امال فديجا نخدمو من قبل. واللي مبتدئه لاول مره دارتو ديروها على لو سمو بالك ويديكم من نوصي ونعاود، بس فيه وحده تشوك والله العظيم الا دخلت فيك تباتي العشيه كامل قد بنتو قد. كيما راك تشوفوا نشوها هكذا ما نحلوهاش بزاف فوالا، نشوها على الطبيعه تاعها نحلوها غير شويه حتى ما كان فوالا هكذا هكذا. نجيبو مقلات شويه كيما هكذا، واللي ما عندهاش ماشي شرطها، مهم مقلات اللي ما تلصقش، ما ندير ما نرمدوها ني في الفارينه ني في والو، نديروها هكذا في المقلات هذه. ولا غير وراها لي شتا شيف شيف تونسي يديرها للاطفال بزاف، نضيفوا لها شويه زيت زيتون فوالا في المقلات هذه. البنات ديروا الشحيحه وشروها، انا هذه ولا غير باه شريتها درت الشحيحه وشريتها، ضربت تقريبا 6 شهور ولا 7 وانا نطملها باه شريتها. نتوما تاني تحكا ديروا شحيحه وشروها حبيباتي، الله ما حتندموا عليها بزاف هايله، وتعاونكم في كلش في كل حاجه ديروا فيها. ديروا لها الكمون، ديروا له كمون هاوليك بس الاطفال ما لازمش نديروا لهم لي زيبيز. وكيما قلت لكم السمك دائما بنين سورتو الدوراد يعني بنينه بزاف ما فيهاش الشوك يعني بزاف، يعني ما شاء الله يعني بنه لا تقاوم ملح فوالا.
ما نديرو لها ني فارينة ني والو كيما راكو تشوفو فيها هكذا. هاي اللي طبت لنا من الجهة التحتانية، نقلبوها ونزيدو نديرو لها نفس لي زبيز اللي درناه. القزبر تاني نديرو لها فوالا هكذا. نشوفو شحال جات هايلة، تجي هايلة سورتو في مقلات كيما هادي، تجي مشوية. نزيدو نضيفو شوية زيت الزيتون باش ما تجيناش ناشفة، هذا ما كان. ويزيد يعطي لها قو مليح، هو يعني زيت الزيتون ما لازمش نحرقوه، مي بصح ماشي يعني لازم نقلو به، ماشي نديرو لها لي زبيز اللي درناهم الجهة كيما وريت لكم على الوجه الاول، الكمون والقزبر والملح وشوية زيت الزيتون. ما نديروش فلفل اسود بس كلاوها الاطفال، كيما قلت لكم انا هذه درتها من اجل الاطفال، درتها لدراري يعني. ما نرمدوها ني في الفارينة ني في والو، نقلوها على طبيعتها. والكمون ما تنسوش مليح للصحة للأطفال، ما تنسوش كي تكون الآلم تاع البطن يوجعو تشربي له، ديري له شوي حبيبة كمون تغليهم وتعطيهم له يشربهم. يبرا هاي لك الدونات تاعنا وجدت كما تشوفوا، تشهي بصحة الأطفال حتى للكبار أيضا. ناكلوها كامل كيف كيف هكذا، متعوا وليداتكم يخرجوا بالصحه عليهم بالذكاء، وكلوا ولادكم غير الاغذيه الغذاء الصحي والغذاء المفيد، لان اولادنا امانه في ايدينا كما يقول لك، امانه على اعناقنا. ولهذا على الاب والام يستحفظوا على اولادهم، لان الاطفال نعمه من نعم الاله. ما تخلوش ولادكم يشدوا بزاف التليفون، ما تخلوهمش يشوفوا بزاف تلفزيون، حافظوا على صحه وليداتكم، ما تتقلقوش، لازم تكونوا صابرين. ولهذا اما بينا نمتعوا الاطفال تاعنا، ونقول لكم حبيباتي ان شاء الله يعجبكم، ونقول لكم الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله، ومع السلامه.